أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة في المملكة. وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بإعادة التأهيل البيئي ووضع اشتراطات وضوابط لتنفيذ خطط إعادة التأهيل واتخاذ ما يلزم من الإجراءات ذات العلاقة لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط. للحديث عن ذلك انضم إلينا مدير عام التشريعات والأداء البيئي في وزارة البيئة الدكتور علي ابن عمير. أهلا بك دكتور علي. بداية تحدثنا عن هذه اللائحة التنفيذية لإعادة تأهيل المواقع البيئية المتدهورة. اهلا وسهلا استاذه ايمان، سعد الله مساءكم جميعا والمشاهدين والمشاهدات الكرام بكل خير. اهلا، في البدايه حقيقه اشكر القناه الاخباريه على الاستضافه الكريمه. حياك الله. وانتم بالحقيقه من الشركاء المهمين في رفع المستوى البيئي على طول مسار البيئه ولتحقيق المستهدفات البيئيه بشكل عام وبشكل خاص حقيقه في هذه المرحله من بعد اعتماد النظام، وحنا الان في مرحله اعتماد اللوائح التنفيذيه. نعم، قبل 3 أيام اعتمد معالي الوزير حقيقة اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة. اللائحة حقيقة هي من معالجة موضوع هام أبرز بعض الأحكام في النظام، وخصصت له بعض مجموعة من الأحكام التي تهدف في مجملها إلى حماية البيئة ووقف التدهور البيئي والتلوث. من الأهداف الرئيسية في الحقيقة التي تسعى الوزارة والمراكز الوطنية للبيئة من خلال هذه اللائحة لتحقيقها، أولا وقف أي أعمال أو أنشطة قد تؤدي أو تؤدي إلى التدهور البيئي أو التلوث البيئي بشتى صور وأشكال. مثل ماذا لو تحدد لنا هذه النقطة فقط؟ التدهور البيئي حقيقة هو معروف على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي في بعض الأنشطة. هناك بعض الأنشطة التي لها تأثير بيئي، سواء كانت تدهور على الغطاء النباتي أو تدهور للتربة أو البيئات المختلفة في الأوساط البيئية المختلفة. نعم. الأمر الآخر التي نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه اللائحة هو وضع إطار عملي تنفيذي للالتزام من قبل ممارسي الأنشطة التي قد يكون لها تأثير سلبي على البيئة. هنا ربما تعني المصانع دكتور علي؟ نعم، المصانع وغير المصانع، يعني الأنشطة التي لها تأثير على سلبي على البيئة كثيرة، يعني سواء كانت في قطاع الصناعة، في قطاع التعدين، في قطاعات مختلفة، في الأنشطة المختلفة. هذه اللائحة وضعت إطار حقيقة عملي تنفيذي وكذلك إطار الخطط العملية لتنفيذ أو لإعادة التأهيل ومعالجة التلوث، وهي واجبة، هذه الخطط واجبة التنفيذ عند حدوث حالات التدهور البيئي أو التلوث. نعم، لإعادة التأهيل والمعالجة هي من الأمور الهامة التي وضعتها اللائحة لضبطها والتأكد من تنفيذها. شملت كذلك اللائحة على ماهية المخالفات التي قد تقع من قبل ممارسي الأنشطة. واضح. وتحديد المخالفات والعقوبات في هذا المجال. نعم، شكرا جزيلا لك مدير عام التشريعات والأداء البيئي في وزارة البيئة الدكتور علي بن عمير، شكرا جزيلا لك دكتور.